السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك حبايبي متابعين قناة معلومات وفنون. معلش احنا الفيديو بتاعنا المرة اللي فاتت قطع واحنا لسه بنعمله الورشة هنا. معلش المساحة بتاعت التليفون عندي بتتملى معايا أوام، ففضيت شوية مساحة كده عشان أعرف أكمل الفيديو معاكم. إن شاء الله النهاردة احنا وصلنا آخر حاجة في الجزء دوت اللي هو الصف 16، فاضل لنا 4 صفوف ونكمل الاسطوانة. ان شاء الله هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشتغل معاكم على طول. هنا الصف 17، قلنا الصف نحسبه واحد واقف واحد نايم. 17 يعني نشتغل بالشمال. افكركم بالفيديو الاولاني احنا كنا بنشتغل العدد الزوجي من اليمين والعدد الفرجي من الشمال. هنا معايا في الشمال 3 خرزات ابيض، 3 خرزة ابيض وخرز ابيض في ازرق وابيض في ازرق مرتين، يبقى هنا 2 ابيض في ازرق، بعدين خرز ازرق في ابيض، ازرق في ابيض، وبعدين مرتين ابيض، 2 ابيض 2 ابيض يعني مرتين بالابيض. ده الدور 17. الدور 18 اللي هو هننهي فيه الهلال، 18 يعني نشتغله من اليمين. هناخد 2 خرزة ازرق وخرزة ابيض، يعني في ابيض، وبعدين بنشتغله 1 2 3 4 4 مرات ابيض ومرة ازرق. كده الدور 19 زي ما انتوا شايفين كده كله ازرق. وهيبقى الدور 20 ان شاء الله اللي احنا هنشتغله فيه التشبيك برضو ازرق، ده التشبيك. كده احنا خلصنا الجزء النظري في الفانوس، هنبدأ مع بعض ان شاء الله نشتغل الجزء العملي، هنعمله التشبيك مع بعض. ونكملوه مع بعض بإذن الله. احضر الشغل بتاع التشبيك وارجع لكم. بصوا هنا مع بعض احنا الخرز بتاعنا هنعمله غرزة الأخرانية اللي هي بالأزرق، والخيط بتاعنا جبنا هنا خيط 80 معانا طبعا المقص. بناخد هنا الأول بنخلي بالنا من كلمة زين، عشان احنا لو قفلنا كده هتبقى متشقلبة، لو قفلت على كده هتبقى متشقلبة، فلازم نلاحظ العدد بتاعنا. يعني ما يكون في كلمة الشكل مش مشكلة، يبقى وشه زي ظهره، لكن بالنسبة للأسامي لفظ الجلالة أو أي اسم مكتوب فنلاحظ عدلة الاسم كده. يعني لما أقفله كده ألاقي كلمة زين قدامي، لكن أنا لو قفلتها كده بالعكس هبص لنفسي قريتها بالعكس ومش هعرف تعدلها تاني. فنلاحظ هنا على إيه، على عدلة الاسم كده، ونتني الشغل بالمنظر ده كده. بنيجي نعمل ايه، كل خرزتين قصاد بعض بنيجي اهو بندخل الخيط بتاعنا من هنا ونحط خرزية زرقاء كده في الخيط، ونعدي الخيط من خرزية اللي في وشها بالظبط بالمنظر ده كده. هناخد خرزية تانية في أي جنب مش تفرق، ونعمل العقدة بتاعتنا ونعدي الخيط من الفتحة بتاعت العقدة نشد نشد كده بالمنظر ده، نخلي العقدة في النص. بص عملت هنا ايه، غرزة رباعية، اجي عدي الخيط من الخرزية اللي هنا كده بالمنظر ده، وعدي الخيط من الجنب التاني من الخرزة برضو اللي قصادها. سوينا عشان نقع في الحقوق ده اهي،
اهي كده عندنا من خلاصين قصاد بعض برضو، من اي جنب مش هيفرق. هعمل العقدة كده اهي، واخد الخيط هتجيب من نص العقدة وشد. طبعا انت لما بتكوني قاعدة تشتغلي وحاطة الشغل قدامك وبتاع بتعمليه، انا بس عشان ايه الكاميرا. انت لما بتكوني قاعدة في قعدتك كده وظابطة نفسك في الشغل هتبصي نفسك ملكية اكتر من كده. انا مش ملكية هنا عشان خاطر انا حاطة الشغل قدام الكاميرا اهو. شدت الخيط كده بالمنظر ده، هشتغل كده لغاية الاخر واكمل الصف وارجع لكم. قفلنا كده احنا اهو مع بعض الشكل اهو. لف معايا، بص الاسم هنا باين اهو ازاي، كلمة زين. قفلناها احنا مع بعض كده. بصوا بقى احنا هنا بنشتغل ايه، عايزين نشتغل من فوق ومن تحت. بص احنا هنا هعمل لكم ايه عشان ما اطولش من وقت الفيديو. فوق هنعمل هنا غرزة رباعية للداخل، ومن تحت غرزة رباعية للداخل. عشان في ناس تحب تشتغل مثلا اللي فوق لوحده ولتحت لوحده، طبعا ده حلو بس انا هياخد وقت من الفيديو. انا هنا هقفل هعمل الغرزة دي بالابيض. بناخد الاول الغرزة الرباعية، يعني اول باخد 3 خرزات زي ما احنا متعودين. بنبتدي الاول ب3 خرزات على الخرزية اللي موجودة عشان يقفلوا 4 خرزات، وبعد كده بنكمل الدور ب2 كده اهو لجوه. اهو كده منشيت والخيط بتاعنا، نتأكد ان هو دخل جوه دخل جوه الخرزية. وبعد كده بناخد خرزتين ونمشي بيها الصف كله. كل مرة بنزود، كل خرزية بنزود عليها خرزتين خرزتين، لان بيبقى معانا خرزة من الغرزة اللي قبلها اهو بالمنظر ده كده، ما عدا اخر غرزة خالص بنقفل بخرزة واحدة. وطبعا احنا شرحناها في اكتر من فيديو اهي، بس جوه كده بندخلها لجوه كده. انا هعمل الكلام دوت من فوق ومن تحت عشان انا ممكن اصور لفوق لوحده بقى، انا اصور لتحت لوحده. كل دوت تطويل لوقت الفيديو، وانا مش عايز اطول عليكم عشان ما حدش يزهق مننا. انا هكمل انا الصف اللي فوق واللي تحت وارجع لكم تاني باذن الله. ورجعنا لكم هنا بعد ما عملنا الدور الـ4 على 1 اللي هو قلنا بيبقى هيخش لجوه كده، عملنا فوق وتحت. احنا لما بنيجي نشتغل بعد كده هو بيخش مع ايه، هي جوه وهيشكل شكل الاسطوانه بدل ما هي مش مظبوطه كده هيشغلها صح. طبعا هنحاول فوق وتحت بنميزها بايه، بالاسم. بعد كده الدور اللي جاي برضو هنعمله فوق وتحت زي بعض. ده بيتعمل ايه، بيتعمل 5 على 2. بنعدي الخيط هنا في خرزتين نعدي الخيط كده في خرزتين وهنعمله 5 على 2. برضو بنعمل الدور اللي فوق واللي تحت عشان ما نطولش عليكم ايه وقت الفيديو. اهو قدمنا اهو 3 خرزات وهنعمل العقدة بتاعتنا. احنا كده بنلم الايه شكل الاسطوانه اهي كده اهو. ده لو خبن خرز سداسي بيديك الكسره دي احسن من كده. بنعمل خرزتين كمان، احنا كده حطينا 3 خرزات على 2 بقوم 5. لما نيجي نشتغل بعد كده اهو على خرزتين نشد كده، كده عندنا 3 خرزات. هنشبك خرزتين 2 بس، هنفضل كده لاخر الصف اهو خرزتين، هنفضل كده لاخر الصف. وفي اخر غرزة
في الصف بيبقى نعمل خرزايه واحده بس اهو بالمنظر ده كده. هنكمل الشغل كده، اعمل فوق وتحت وارجع لك.